شو بدي احكي؟ طب يا بول ما قادر اختمه، لك بدي هج من هالبلد، لك خلصوا لي ورائي لفل من هالبلد، ما بقى فينا نتحمل. لعمري 65 سنة قاعد بالشارع، قاعد بالشارع. يخرج الألم من فمه كلمات مدوية. هو واحد من عشرات اللبنانيين الذين انتظروا لساعات فتح باب وزارة الخارجية لإنجاز معاملاتهم، لكن الباب بقي مقفلاً بسبب انقطاع التيار الكهربائي لعدم توفر مادة المازوت. أيعقل بقلب العاصمة وزارة ما فيها مازوت وما فيها؟ يعني أكثر من هيك، موضوع اليوم بدأ خلية أزمة. نحن لبنان منهار، لبنان انهار، في إفلاس بالبلد، الدولة أفلست. لا يبدو أن سياسة الذل ستنتهي، يقول كثير من اللبنانيين. عيونهم في الشوارع تروي الكثير عنه، نظراتهم أبلغ من كل الكلمات. كبار ينتظرون إنجاز أوراقهم، وصغار اتكأوا على أيدي أهاليهم الذين يقولون إنهم يحاولون إنقاذهم من انهيار سيطبع كل تفاصيل حياتهم في حال استمر الانحدار بهذا التسارع. هيدا دليل انه المواطن اللبناني بطل فيه يقوم باي معاملات رسميه، وهذه الدوله مش بس معاملات بالداخل، كمان هناك تعطيل الى المعاملات الرسميه الى الخارج ايضا. نحن رايحين لغياب الدوله عن كامل المواطنين، والله يستر. نحن نتخوف ان يكون هناك فوضى في الساحه وهناك انهيار لمفهوم هذا الكيان اللبناني، وانتشار يعني اعاده تكريس الكانتونات والمزارع الطائفيه وسلطه الاحزاب وسطوتها في بيروت وفي كل المناطق. يقول مراقبون ان الانهيار في لبنان سيشمل نواحي عده، تبدأ بالاقتصاد ولا تنتهي بالخدمات العامة ومؤسسات الدولة التي قد تصبح مجرد اسم للتعريف عن البلد بحدوده الجغرافية. تنزلق البلاد يومياً إلى مستويات خطيرة من الانهيار، ففي نواحٍ عدة قنابل أزمات معيشية خطيرة مهددة بالانفجار في أي لحظة، وسط غياب لسياسات السلطة بهدف الحد من تداعيات الأزمة المتعاظمة. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.